بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات معالي رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعال الخزرجي المحترم الذي أوعز بالتواجد والوقوف ميدانيا على ملابسات التي جرت في جامع الرحمن في قضاء سنجار، تبين لنا وبعد المشاهدة أن جامع الرحمن مركز قضاء سنجار لم يتعرض إلى أي أضرار مادية أو حرق أو أي شيء مما ذكر في الإعلام، كما إن الديوان الوقف السني يوصي بضرورة التعايش السلمي بين أبناء الشعب العراقي بكافة أديانه وطوائفه ومذاهبه، والتي حث عليها ديننا الحنيف، وهي الرسالة التي تبناها ديوان الوقف السني، وكما نوصي بعدم الانجرار خلف هذه الفتن، ونطالب الجهات الرسمية والأمنية بإعادة النازحين إلى دورهم والتي لم يثبت في حقهم أي تورط باتباعهم أو أنهم من أتباع عصابات داعش الإرهابي، والتي تم تدقيق معاملاتهم أمنيا مسبقا من الجهات المختصة. 29/4/2023. نعم تفضلوا إذا واحد عنده شيء. كردينا؟ هاي شو مشكلة لنا؟ أمامكم كردنا. أف مشكلة شيبوي وهات ديار كرنش إعلامي را بصيغتك وشكلك ني مقبول. وهناك جهاتنا نزانم استغلال كرن استغلالك بشكلك دي أزباورتكم، يعني كشي غايات توان هبون الوهم الواقع نها عمل جامع الرحمن دنا الشنغالي دا جامع الرحمن أساسا نا محفورك تدهبو نا أثاثك تدهن متضررة وإش أحداث داعش، وام هاد بون بري تقريبا بيسروجا كما وك عمليه تنظيف اعاده تاهيل الجامع رما باقش كربو بالمناسبه او صورتي هاتي نشراندن وك محفوره درتيخن اف عمال دمنا يعني ما متطوع مبون خير خواز بون هاد بون جامع باقش تكرن عالم افرو فان صورتها نشرتك وبيفا بوانتك مع الاسف وادجي صورتني دي نشر كربون يعني بحياته خم اف جامع نديتنا براستي يعني نزال بيجن جامع شنغالينا او جي اف امانه الاستقراء اعلامي يعني مساله غلطه اف تاجيج للفتنايا ام خلق شنغالي يعني مشكله ما بس منا ما تفي ام با مشكله ام بدن الي دا ام جارك ادي ام فقر هن جي خو ام فقر مالت خو ام فقر ارضي خو ام في صفحه النزوح ابا هش سالا ام جي خلاص بن طبعا ام جي برايد خويد موجود هم الوقف الشيعي برايد مدي الزيدي هم موجودين ام هم طبعا او جي هاري بايفن بس هم اقدنق ام ضدي تفريقينا ضدي طائفيانا ضدي فان في فتنا عاد في تشيك نيفا مدى وان شاء الله طبعا في اعلام يجي هكا بقهي او تشنامين صحيح للتصحيح النشوان متطوعه اف شخص فقراب وما لاخو ديوان وقف السني شو علاقه وي ايش مثلا عوده النازحين اف مساله امنيه نشغل يما ياما مشكا ما سلم عند جهات امنيه وام بيت مقبول طبعا مقبول كرا لان اف مؤسسة قضائيه مؤسسة امنيه هكا تشتقو سرسريما وسرشابيما باعتبار ام جي جهتك حكومينا بيجي ام تابعي في جهتي ام بيفا وان دمشن هكا وان اف ناف دققان بينا دققان بي ام نزان اف نعايدي ميا او شخص ناش متطوعين او شخصك فقر ابو از مسؤول وقف السني شنقالم يعني دائرك تابعي بغداية نسأل أقليمة بس على كل أف مسائل وأف إعلام أبريا ودقه أف إعلامي كردية موجود برا بقي هنا جهات معني أف تشتكير ناي أم فان تشاق قبول ناكن
بالمناسبه منافي هيك يعني مزايدات السر جراح ما بك يعني حالي ما بس ما هيك بفتنه زيدك مشكله زيدك يعني او الوين اكف يعني او الكيبو في هاش سالنا متنازح انت تشتغل نقو تنفى نقيران اف جامع ايش كان قرس ليش شغل ميك شو درهمك تبرع نبو او نقر نوت واسيبوي اف تشتي غلطه ام تايدا في تشتي ناقن ام ضد في تشتينا لغه التعميم الباما تشتكي غلطه وكاس قال لك عاجز من وقتي ازلامك سنيما هيك بيجي سنه مدا عشن اس قال لك عاجز بالمقابل تشاوت بها تافيجي ملتك كامل وديانتك كامل تواسي بشكيني تبافي جوان افتشتي مرفوضة جملة وتفصيلا نجباما اما مسألة محاسبة وان او جهاتي وان ترسميهن والله ام با ام الشنغالية اصيل الشنغالية دا زاني وضعي ما تشاوبو يعني دائما الاعلام يدد بيجم از استاذ ميسر بون سيد سعد بو سيد محمود بو سيد صبحي بو يعني يزيدي بسلمان شيعة سنة مسيحية أبو فادي أبو القس ذكاره بخير أهم كومد بون الجامعة كومد بون الكنيسة يعني أب مسألة أبجي بس تسميات بون شيكي واسي نيفا مدى نبو ومع الأسف يعني هناك تدخلات واسي بون بس بشتي أم في مشكلة أم في مشكلة برا أم بحاولين تشتكي إيجابي ديس أم قهانيك ديس أم قهانيك وديس أو براتي ديس أو بيك بجيان ديس أو أو أول نيفا مدى أو براتي دي سفت قرية إن شاء الله مالا مقاما في الإخوان خطابة كراهية السوشيال ميديا قالك مواقع الإسلامي مالا خطابة كراهية براتي مقاما في الإمام باخر الشال اللي كانت خبر لك كلمة كارك هي الزيبو دي موضوع سكني ودع حد عام شنو قالك مام فاخر جاميرا ومتابعي وينا جاميرا وطبعا افنا تشتكي غريبه سر شنغالي اصيل ترى شنغالي اصيل هم دوانا هم ناس طيبين القلب نفسيك يعني هوا خيريت خوازي ام شنغالي اصيل هم دوانا ومدفي ان شاء الله امثالي وي وجميع الموجودين بتربن النيف النيف مدى نيف شنغالي هذا او رساله كم هم تقيهين انوان ام تقيهين انوان او شغلي او تكن ام ضد وينا جمله وتفصيلا او شغلي غلطه ام شغلي قبولناكن ام قبولناكن هيك في تدخل نيفا مدى بك في مشكله كان مظل نيفا مدى شيكا ام ان شاء الله مشكله ما يعني برو حلينا ان شاء الله وحل بو يخلص بي فا او ان شاء الله او تاثيري كان البيك فاجيانا شنغالي ناك ان شاء الله الشهود هابن سربان يعني هم شد بيجن الغاء تطبيق الأمني يعني قال لي حكومة ديفر تشتكي درسبو نعم في شيء قبول ناقن في شيء قبول ناقن أما ما لا مخربهم جارك هذه بعيدين فان ما قبول ناقن مع أجهزتنا الأمنية طبعا الله يجازيهم كل خير أجهزتنا الأمنية الله يبارك بهم مواقفهم طيبة وهذولا أخوتنا وأهلنا وأنطوا دماءهم من أجلنا الله يبارك بهم ويحفظهم بس ام تدقيق الامني رنا واوجد بتخسير ام لازمه بشرك درباسي شنقال نبي الا بعد التدقيق الامني الكامل من جميع الجهات الامنيه داهك اف شخص هاد ازي مطمئن بهم لانك اف شخص هاد بغير شكلي بغير هوي بازي شوائي بس نقارن فقر بس نقارن فقر هش صار نزيد قربما بس نقارن في ديسا اس بيم واس بترسم السرخو سر عائله اخو فاذا اهم بجانب الامني اهم مساند ديوان ان احنا نساند قواتنا الامنيه بارك الله بهم بجميع صنوفها الموجوده في سنجار بس ملاحظه كنا تكون خلق كمي هشيار بي تسرعات النظام مكونات الشنغادنين وقاعد ديالي خد بينن ام يعني ام خدمه الشنغالي هم مشكينه مكونات الشنغالي الاصيلين لا يمكن ام هم بيك با زمان الشنغالي هم مشكي في مساحته والنابهن مدرباس النيفا ماشين قال يابن ورسالة بيت سياسي رجاء بس بن بس تدخلي مأساتي ما بن بس قضايا ما بكن أدوات يدخو ومادة يدخو انتخابي وسرسري وزحمتها فان بلنقازا ونسر كبن
يعني نازح ترى بس الماله يزيديه شيعيه سنيه يعني عربه كرده كي. بس خلقه شنغاليه هكا تشتغل بالي النبي منافي هيك ببيع معارضي عوده النازحين تحت اي مبرر يعني نب ما نازلام لي بقري ولا شيء هاتم ماله مش مالته ابراهيم مدفي اف تشجي شي نبي يعني من المقابل من الجانب الاخر افتش شي نبي منافي اف لانه اف حقيويه وطبعا مع وجود تفاهمات ما في تفاهمات هم النيفاوندا نبحي لا سينغ ونزانم تشيف تشواسي نفشن قال يا دنينا ام هم يقود الناس تكن ام هذا يدكن ام غير يدكن خلق منطقتنا ام كارن تاثير الايكودوبكن ومجالي بدن يكود لان اوجي مجبوره هات في مالي ذا جهه نديد ومش لازم اجي مجالي بدن مجالي بدن يكود بس حلك ليبي سلمي حلك سلمي قانوني ابرم شنغالن مخيراتنا ابراهيم مارقي سرديني خو مال اسماعيل كان كمال ايفي جامع ومدير اوقاف السنه الشنغالي افروك هات بشتي وزانه شن روش درباز بند دجك اعلاميه مزن تكرين هكا طائفيه كمزن فين شيك نيفاي زيديا وبسلمانه بس او انسان اعلام وانسان ومالية كردستان خاصه دروين دركتن وفالا دركتن ودوري راستيه نام جامع الرحمن دنا وقام بينين ازيدينا وبسلمان سنه وشيعانا يعني بيك فالفيد ساكنينا ادجي دين ازيديا وتربيه دين ماجمر قبول نكرم تدخلي شونه دين يكي بنوار يكي غير في عفو عادات وري ورسمدوي ادجي في زرف نقطه باكدم جوامير مال سمايل جي قوت خذي وبرحمين ابو جوقي كيش خلقي ازيديا رامبوسي بو سلنگ ادوان هم بون قالك جوان جامع سنغال السنة بري شيعة وبري قبيد ازيديا او شاهدة جامعة ازيديا جامعة بسلمان خاصة السنة افخير اش كيس خو تشيت كرن وسر السبادن ودراف جنت قرد اتقو خير اجي عبادت دعاة چي بنجمارا خودو يبرحمين ابو جوق ازرامك خالتي بو ازيدي بو قنده رمبوسي بو او دليل هكا هكا نا افرو دو ام پیگ وزجانا مل شنغال دينا هكا نو هناك دستي سياسي هناك حزب هناك رجل دينا بدافعين انه فتنة شنغال شي بكان برا فتنة نفخودة شي بكان هذا جيم هيفيت كان اقليم كردستان حد يفان مالها بدي ما ذوي بينا قرتين ما بينا حاسبان دين ابزوتوني وقت دا يزيدي وبسلماني شنغال هم مرتاح بان بان واف بايف نميني دا اف شغل صافي ببي بي وفاتنا في جواميري وفان عادرة ما صافي كروا صافي وام برايت ايكن ودي ما زيد بيجي ما دين لله والوطن للجميع. أوضح.